في واحد صاحبي كان سألني من يومين كده، قال لي إن عنده قطة في البيت وعنده بنات، فبيسأل القطة في خطر منها على البنات ولا لأ، يعني هو عاوز يستغنى عنها ويسيبها أو يربيها. في اعتقاد كتير عند الناس إن القطط ممكن تعمل عقم للبنات، ده اعتقاد شائع موجود عند ناس من كتير، يعني القطة ممكن تعمل عقم للبنات أو السيدات. لكن علميا الأطباء بيقولوا إن الاختلاط بالقطط ملوش أي علاقة بالعقم عند الستات، وده اللي أكدته المراكز الأمريكية للتحكم بالأمراض في الولايات المتحدة الأمريكية، قالوا إن مفيش علاقة بين العقم والقطط. لكن القطة لو متربية بره البيت أو بتحتاج إن هي ممكن تاكل حيوانات أو قوارض أو حشرات أو حاجات، في مثلا متربية في جنين أو قطة بلدي عايشة بره بيت، مش فكرة إن هي نوع بلدي أو مش بلدي، عامة القط بيطلع بره بيت أو بيدخل، فممكن لما ياكل الحشرات أو لحمة غير جيدة الطهي أو أي حاجة عليها ميكروب اسمه التوكسوبلازما، فده بيعمل للبنات إجهاض أو للسيدات الحوامل، لكن مش بيعمل عقم. والحكاية دي موجودة كمان مش من القطط بس، هي القطة لما تاكل الطفيل اللي هو التوكسوبلازما ده بيتكاثر جواها وبيطلع في صورة زي بويضات كده متكيسة، أو يعني كوتت كده عليها إن هي زي كبسولات بتطلع بالملايين في البراز بتاعها. فالقطة بتبقى عامل من العوامل اللي هي بتنقل التوكسوبلازما، لكن هي مش حاملة المرض ده على طول. التوكسوبلازما موجودة أصلا على اللحوم النية، لو حد أكل لحوم نية غير جيدة الطهي، ودي بتبقى موجودة كتير خصوصا في لحم الخنازير ولحم الضاني لحم الغزال، ممكن يبقى فيها توكسوبلازما. هو بيجي للرجالة والستات، مش شرط يجي للستات بس، بيجي للرجالة والستات، ويجي للناس اللي عندهم ضعف مناعة، ممكن يجي للناس اللي عندها الإيدز مثلا. في دكاترة كتير لما بتبقى الست حامل الدكتور بينصحها إن هي ما تاكلش اللحوم اللي هي مش جيدة الطهي زي اللانشون والسوسيس بسطرمة، في دكاترة ساعات بتمنع الفسيخ الرنجة أي حاجة غير جيدة الطهي، لأن التوكسوبلازما دي بتبقى موجودة زي ما قلت على اللحوم اللي غير جيدة الطهي ما تسويتش كويس، وموجودة كمان على الخضار أو الفاكهة لو ما غسلتهاش كويس، لو خضار أو فاكهة مزروعة في أرض مصابة بالتوكسوبلازما الطفيل ف ممكن يتنقل للست او البني ادم. واللي هو اللي بيجي للاطفال اسمه الاجنه اللي في الستات حامل، اللي هو بيعمل دق المقوسات. الست لو حامل وجالها الطفيل ده الطفل ممكن يأثر على الجنين، يعمل له تشوه عقلي او يسبب له العمى. فلو حد عنده قطه بس في فترة الحمل ممكن يسأل الدكتور بتاعه اللي هو عامل، عشان برضه مفتيش كتير، وهو اللي يقدر يقول له يستغنى عنها ولا لا عشان ما تأثرش على الجنين. لو في ست اتصابت بالمرض اللي هو داء القطة أو داء المقوسات ده، بينصحوها الدكاترة إن هي ما تحملش قبل ما يعدي 6 شهور عشان ما يحصلش إجهاض في الأول أو يحصل تشوه للأجنة. وفي تحليل اسمه تي او ار سي اتش، ده بيبقى اول حرف من كل مرض كده بيتعمل عشان الست تعرف ان هي عندها المرض ولا لا، ده بيبقى اللي هو عبارة عن تحليل عن التوكسوبلازما والحصبة الألمانية والهيربس والسي ام في اللي هو مرض تضخم الخلايا او فيروس مضخم للخلايا بس. فبيعملوا التحليل ده قبل الحمل عشان يتأكدوا ان هي مش حاملة للمرض وبس كده، الله اعلم يعني. بس عامة القطط لو موجودة عند اي حد في البيت يستحسن ان حد البنات بالذات او البني ادم عامة ما يحتكش مع البراز بتاع القطة، يعني طبق الرمل اللي بتعمل فيه تحاول ما تمسكش البراز ده بايديك، يبقى تبقى لابس جوانتي تغسل ايديك كويس، لان معظم المرض ده بيبقى في براز القطط. ويا ريت ما تنامش معانا في الاوض، يعني ما تخشش تنام على السرير مع الناس وبتاع وكده، عشان هو جسمها ممكن تكون عامله حمام مش نظيفه كويس من ورا بتاع، فلما تنزل على السرير هتنشر البويضات بتاعه التوكسوبلازما دي، فممكن تتنقل لو انت مسكتها بايدك وجيت تاكل ونسيت تغسل ايدك كويس او في السرير. فالقطط ممكن نرميها في البيت عادي، لكن يستحسن ان هي ما تدخلش تنام معانا على السرير او لما تيجي تنظف طبق الرمل بعد ما تنظفه وتغسل ايديك كويس.
وشكرا واسف لو طولت عليكم.